الآن نشوف الورقة اللي بعدها اللي هي وصف المشروع. لو أخدت بالك وصف المشروع بيتضمن عدة موضوعات أساسية، أهمها طبيعة ونوع المشروع. طبعا لما نتكلم على الطبيعة والنوع كويس نتكلم، هل نتكلم عن مشروع خدمي، مشروع صناعي، مشروع تجاري، يعني مشروع زراعي إلى آخره. ثم حنتكلم على طبيعة المنتج أو الخدمة، ثم أهداف المشروع، ثم مصدر فكرة المشروع، وخبرات ومؤهلات صاحب المشروع السابقة في مجال المشروع، وهذه شغلة كثير مهمة. ثم مهارات وهوايات صاحب المشروع، يعني يا ريت لو كانت هذه الهوايات والمهارات تعتبر أن أسيت أو يعني جزء أو مكون أساسي لدعم نجاح المشروع. ثم حنتكلم على تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة بفكرة المشروع، تقليل أثر نقاط الضعف، كيف يمكن تقليل أثر نقاط الضعف، الفرص المتاحة أو المتوقعة، التهديدات المحتملة، ثم كيف يمكن تقليل أثر التهديدات المحتملة. هذه شغلات لازم يتكلم عليها أي واحد بعد دراسة جدوى أو خطة عمل. يمكن لو أخدتوا بالكم الجزء السفلي هنا بيتكلم على SWOT analysis، يعني بيتكلم على تحليل SWOT. الآن تعال نشوف القسم اللي بعده أو ورقة العمل التالية. ورقة العمل التالية بتتكلم على دراسة السوق. طبعا بداية لابد نتعرف على مين هم الزبائن المستهدفين للمشروع تبعنا. أيضا حنتعرف على المنطقة الجغرافية التي يستهدفها المشروع، هل هي شمال قطاع غزة، وسط، جنوب، ضفة غربية، منطقة عربية، خليج عربي. ثم هنا ضروري نبين حاجة السوق للمنتجات أو الخدمات، هل هناك حاجة وإيش طبيعة هذه الحاجة. أيضا نتكلم شوية هنا عن اتجاهات الطلب، هل الطلب ثابت، متزايد، متناقص، وليش معد خطة العمل بيشوف إنه هو ثابت أو متزايد أو متناقص. طبعا الحالة الأفضل إنه يكون متزايد مع وجود مبررات لهذا. أيضا المرحلة هذه بنكون صرنا جاهزين لنعمل تقدير لحجم الطلب. حجم الطلب بتم تقديره بناء على حاجتين، الأول تحديد عدد الزبائن الكلي المستهدفين، ثم بعد كده عدد المنتجات اللي بيستهلكها الزبائن المستهدفين سواء كان في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر. طبعا في منتجات بتحدد أو سهل تحديد مشتريات الزبائن المستهدفين في اليوم أو أسهل في الأسبوع أو في الشهر، لكن في كل الأحوال لابد من تحويلها إلى عدد المنتجات المشتراة في الشهر. أيضا طالما بنتكلم إحنا على تقدير حجم الطلب، أكيد في عنا تقدير حجم العرض أو حجم المنافسة، زي ما هنا بيتحكم فيها عدد الزبائن المستهدفين بنتكلم هنا عدد المنافسين المحتملين. وأيضا نفس الكلام نتوقع بعد ما نحدد عدد المنافسين المحتملين إنه نشوف قديش عدد المنتجات اللي بيبيعوها في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر. وكالعادة احنا سواء تمكنا من تقديرها في اليوم او الاسبوع لابد من تحويلها الى عدد منتجات في الشهر. الان صرنا زي ما حكينا هنا اتكلمنا عن اتجاهات الطلب، ضروري جدا نتكلم عن اتجاهات المنافسة او العرض، هل هي ثابتة متزايدة متناقصة، ومبررات هذا الكلام. اذا قلنا متزايد طبعا اخطر حاجة، متناقصة تكاد تكون افضل حالة. ثم احنا صرنا جاهزين لنحدد الفجوة السوقية، وهي الفرق بين حجم الطلب الشهري وحجم العرض الشهري اللي تو حسبناهم فوق هنا عشان نوصل للفجوة السوقية الشهرية. طبعا اذا عرفنا الفجوة السوقية الشهرية سهل جدا بعد كده نعرف الحصة السوقية تاعت المشروع، هذه الفجوة المتاحة في السوق، لكن هذه الحصة اللي احنا حنقتطعها من الفجوة، فالحصة هي جزء من الفجوة. طبعا عادة بنختارها في حدود نسبة مئوية من قيمة الفجوة السوقية، وبناء على هذه الحصة السوقية بنعتمد عدد الوحدات المتوقع إنتاجها في الشهر. هنا
بيظل علينا بعد كده نحدد سياسة تسعير المنتجات. هنا عرفنا عدد الوحدات المتوقع بيعها، طبعا إنتاجها وبيعها في الشهر. هنا الآن صار مطلوب منا نحدد سعر بيع المنتجات. طبعا أسعار المنتجات بيتم تحديدها بثلاث طرق أساسا، إما التسعير على أساس التكلفة، أو التسعير على حسب أسعار المنافسين يعني أسعار السوق، أو التسعير النفسي، وهذا ما لهش علاقة بالتكلفة والمنافسين. إذا كنت بتكلم على منتجات رفاهية، منتجات فيها برستيج واس، فيها جانب نفسي يعني شوية تفاخري، في كل حالة من الحالات طبعا الحالة الأولى اللي هي التسعير على حسب التكلفة، مهم جدا نحدد التكلفة الكلية للمنتجات. طبعا هذه لها طريقة الآن مش هنتكلم عليها، لكن التكلفة بنضيف عليها نسبة ربح، أو بسميها مارك أب، أو كوست بلس ميثود، حتى مرات بيسموها هذه الطريقة كوست بلس ميثود، اللي هي تكلفة زائد نسبة، بيعطيني سعر بيع المنتج. طبعا مبررات ليش اخترنا الطريقة هذه. بالنسبة لأسعار منافسين، باخذ أعلى سعر للمنافسين إذا كان في منافسين قويين لا، وهذا بيكون عادة السياسة هذه صالحة في حالة الأسواق اللي ذات المنافسة العالية، وأدنى سعر، وبختار سعر يعني فيما بينهم، وضروري أحط إيش المبررات تبعتي في الحالة هذه. التسعير النفسي هذا بيعتمد على يعني تقييم القيمة أو قيمة المنفعة أو البرستيج اللي بيقدمها المنتج للمستهلك، وبالتالي إلها يعني بعض الاختبارات اللي تعتمد عادة في تقدير أو في تحديد القيمة اللي بيضيفها المنتج للمستخدم أو المستهلك للسلعة. وهنا طبعا ضروري جدا نقول المبررات اللي اعتمدناها إذا كان اعتمدنا سياسة التسعير النفسي. بعد كل الكلام هذا طبعا ممكن نختار أحد الطرق هذه، مش بضرورة نختار الطرق الثلاثة، لكن طريقة بتناسب منتج معين وهي اللي هنعتمدها. هنا بيتم تحديد السعر الذي سوف يعتمد عند بيع المنتج أو الخدمة، بنحدده هنا بالدولار وقديش قيمتها بالشيكل. آخر حاجة، ما هي وسائل الترويج اللي هيعتمدها المشروع في الترويج عن منتجاته؟ قد تكون تلفزيون أو راديو، قد يكون فيسبوك أو جوجل أدز، أو ممكن يكون بروشورات وفلايرز وأشياء زي هذه. وهيك بنكون صرنا جاهزين للروح للدراسة المالية.